Hey guys, welcome back to our channel. It's your girl Fanny Lungu back with another reaction video. Today I'm going to be reacting to So Touching Quran Recitation, The Pen. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe. And yeah, I hope you enjoy. So without wasting time, let's get into the video. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم وغدوا على حوض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن
أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون
ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. The other day, I still have this question. The other day, I reacted to something where someone said, God doesn't need us, we need God. If God doesn't need us, why do we have so many gods? Why do we disagree among each other and say, your God is wrong, my God is right, my God is wrong, yours is right? It still baffles me. Like, I just don't understand the whole theory of having different gods. If at the end of the day we're going to say we're all praying to the same God, just different names, this, that. But anyway, the beginning of the video was my favorite part because it talks about being a brother's keeper. Just because you have something today doesn't mean you have it for the rest of your life. You can have something today and lose it tomorrow, which was the case in this situation. We should learn to take care of other people when we have things. Sometimes we have things in excess, but then we just want to be selfish and cling to them. Learn to give out. Even if you've got little, learn to share. It's always those people with little things that share. My camera is dying, so make sure to like this video, share it with your friends, and I'll see you in the next year.